كنا شرحنا في الجمعة الماضية جزء من صلوات سيدي عبد القادر الجيلاني، وفي صلاة تانية لسيدي عبد القادر الجيلاني بيقول فيها رضي الله عنه. ما هو جزء فيها، ما احنا قلنا صلاة طويلة، إيه فيها حوالي 21 صفحة، بيسموها الصلاة الكبرى، لكن ايه احنا اخترنا منها بعض الفقرات لشرحها. فبيقول هنا اللهم صلي وسلم، برضو صلي لام بس مشدده مكسوره، اوعى تكتب بقى ايه الياء، عيب. ها، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد النور الابلج، يعني النور الانور. الابلج يعني ايه؟ يعني النور المنور، الله، النور الواضح. فهمت ازاي؟ النور الجلي. يبقى الابلج يعني ايه؟ يعني المنور الواضح الجلي كده. والبهاء الابهج يعني ايه؟ يعني السرور، يعني ممكن تنظر لحاجه جميله لكن ما تشعرش معها بسرور، لكن ممكن تنظر لحاجه جميله وقلبك كده ينشرح وتتسر. علشان كده بقى والبهاء الابهج، لان ايه؟ لان مجرد انك تذكر النبي كده بذكر محمد ايه؟ تنشرح الصدور وتغتفر الخطايا والذنوب. فهمت بقى؟ علشان كده قال ايه؟ والبهاء يعني الجمال الابهج الذي يسرك اذا نظرت اليه. ناموس توراة موسى. الناموس اللي هو ايه يا سيدي؟ الناموس، في حاجه اسمها ناموس وفي حاجه اسمها ايه؟ لاهوت. الناموس اللي هو الشيء المتجسد، كل شيء لا متجسد محسوس يسمى ناموس، كل شيء غير مجسد غير محسوس زي الروح تسمى ايه؟ لاهوت. واضح؟ طيب، ناموس توراة موسى، لان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اوتيت السبع الطوال كتوراة موسى، يعني السبع الطوال اللي هي السبع سور طويلة في القرآن، اللي هي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. واختلفوا بقى، هل يونس ولا التوبة والأنفال؟ السبع اختلفوا فيها مذهبان. فهمت؟ فالنبي قال ايه؟ السبع الطوال دول فيهم ما في توراة موسى كلها. فهمت ازاي؟ يبقى القرآن ده زيادة كتير قوي. والإنجيل في المئين، اللي هي الصور اللي ايه تتراوح عدد اياتها 100 101 110 102 كده. وفضلت بالمفصل. والزبور في المثاني اللي هي اقل من 100، السور اللي اقل من 100 زي سورة النور، زي سورة ايه السور اللي اي لا الشعراء ده من المئينات يعني الفرقان ممكن كده، يعني اي سورة اقل من 100 يسموها ايه؟ المئين، المثاني يسموها المثاني، والمئين اللي هي السورة 100 فزاد. يبقى المئين بدل الإنجيل، والمثاني بدل الزبور، والسبع الطوال بدل التوراة، وفضلت بالمفصل اللي هو ايه؟ من اول الحجرات للآخر اسمه المفصل، وقيل قفل الآخر. 13 مذهب على تحديد المفصل، والراجح فيهم يا اما من الحجرات للآخر يا اما من قفل الآخر. كويس؟ ادي بقى ناموس توراة موسى، يعني عايز توراة موسى تبقى قدامك محسوسة، واخد بالك؟ فهي موجودة في جزء من وحي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي كان قرآن يمشي. يعني عايز تشوف قرآن كده محسوس وتلمسه كده بايدك وتحضنه وتقبله كده ويتكلمه ويكلمك وتاكل معاه وياكل معاك، هو النبي صلى الله عليه وسلم، قرآن يمشي على الارض. ادي معنى ناموس توراة موسى. وقاموس انجيل عيسى. القاموس هو ما جمع كل شتات المتفرقه. فهمت ازاي؟ فهو بقى اجتمع فيه كل ما تفرق في انجيل عيسى، اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم. وقاموس انجيل عيسى. وطلسم الفلك الاطلس. ايه الفلك الاطلس ده؟ عند علماء الهيئه زمان يقول لك ايه؟ يقول لك ان في 9 افلاك، فلك للسماء الدنيا وفلك للسماء ايه الثانيه، يبقى عندنا 7 سماوات، يبقى عندنا 7 افلاك، وفلك الكرسي ادي ايه؟ ادي الثامن، وفلك العرش ده الفلك التاسع،
فهمت ازاي؟ ودي كلها مخلوقات لله عز وجل. فسموا الفلك الاطلس اللي هو الفلك الذي يكون في عالم العرش سماه الفلك الاطلس اللي هو المحيط بكل سائر العوالم بقى. فهمت بقى ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى هو سر بقى الباسورد بتاع العالم دي كلها، الطلسم اللي هو الباسورد، يعني كل ده مش هتعرف تدخله ولا تفهمه ولا تعيش فيه الا من خلال سيدك محمد وسيدنا محمد. فهمت؟ هو الطلسم الذي به انفتح هذا الكنز. فهمت بقى ازاي؟ وطلسم الفلك الاطلس الذي استوعب سائر الافلاك، لان الفلك التاسع استوعب سائر الافلاك بقى. فهمت بقى؟ في بطون كنز، لان بيقولك طلسم الفلك الاطلس ده كان ايه؟ حيث بطنت الاكوان كلها ولم تظهر في ايه؟ في عماء العرش قبل ان تظهر. فبيقول في بطون كنز كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف، يعني كأن وسيلة معرفة الله هو ظهور النبي ثم ظهور الاكوان بظهور النبي وبمدد النبي. طاووس الملك او طاووس الملك، الطاووس اللي هو زينة الملك، يعني طاووس الملك المقدس يعني المطهر، في ظهور فخلقت خلقا فبي عرفوني. قرة عين اليقين، يعني لو كان اليقين ليه عين يبقى قرة عينها دي وأحلى سعادتها أن تنظر لهذا اليقين المجسد في هذا النبي المكرم. فهم؟ قرة عين اليقين نور اليقين، يعني ظهور اليقين، مرآة أولي العزم من المرسلين إلى شهود الملك الحق المبين. يعني أولي العزم من المرسلين لا ينظر إلى الحق المبين إلا من المرآة المحمدية، فهو الحجاب الأعظم. فهمت؟ نور أنوار إبصار بصائر الأنبياء المكرمين، محل نظرك وسعة محل نظرك وسعة رحمتك من العوالم الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. الناسوت الناموس، الناموس غير الناسوت، الناسوت اللي هو الجسم المجسد، لكن هو قال هنا ناموس، الناموس اللي هو زي القاموس اللي هو جامع برضه، واخد بالك؟ لأن إيه؟ الناموس هو الوحي، واخد بالك؟ يطلق على الناموس ويطلق عليه الوحي. لما قال له سيدنا ورقة هذا هو الناموس الإيه؟ الذي جاء على موسى، يبقى الناموس هو الوحي أو الإعلام بخفاء، واخد بالك ازاي؟ والله تعالى اعلى واعلم.